Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nur Ramadhani dari Mufid Media akan membawakan murotal Al-Quran Surah Al-Munafikun. Mohon disimak bersama-sama ya. Jika ada kesalahan, boleh ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Mufid Media. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين فَضُّوا
يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم.